المؤتمر الصحفي بتاع مستر اوزيريو المدير الفني للزمالك امبارح، نقطة مهمة تتعلق بالزملاء الصحفيين اللي موجودين. وانا هنا بجد يعني مش فارق عندي اللي بيتكلم ده مارسيل كولر ولا موسيماني ولا اوزيريو ولا فيتوريا ولا اي حد، انا بتكلم على حق الناس المحترمة اللي موجودة في معاملة كريمة محترمة ايا كان هو مين. هو ما يقدرش يعمل نص اللي عمله ده قدام صحفيين في بلده. وهنا تاني ارجو محدش يبص لها اهل وزمالك، يبص لها لحقوق علاقة محترمة. احنا كتير لما كنا بنلوم على الصحفيين الشبان اللي حاضرين المؤتمرات في التدخل باسئله مش لائقه واستفزاز اللي واستفزاز اللي موجود، وكتير لما كانوا بيستفزوا بيتش موسيماني، كتير لما كانوا بيضغطوا على مانويل جوزيه، وكانت تفاصيل كتيره قوي. مش مقبول ومش معقول ومرفوض تماما ان اي مدرب اجنبي يعامل صحفيين مصريين بالعجرفه اللي اتعامل بيها. لا ده لطش في الكره المصريه. دي رقم واحد على فكره المعامله الطيبه المحترمه. وكان يجب على الزملاء الموجودين يتركوا له القاعة ويمشوا بجد يعني، حفاظا على صورة المهنة وحقوقهم الأدبية. وعلى الأقل الأفندي اللي بينظم المؤتمر يبقى يلفت نظره كده كاتحاد كورة أو كرابطة منظمة. أنت مش جايب مدرب أجنبي أيا كان هو بيدرب مين. بقول لكم لو حصل هذا التجاوز في هذه العلاقة من مدرب الأهلي المفروض يبقى رأينا هو نفس الرأي. إحنا بنتكلم على علاقة محترمة لناس بتأدي شغلها. ومحدش طالب الراجل ده باعتذار، لا سمعت زملاء من الرابطه زعلانين ولا غضبانين، ولا حد اتكلم في حقوق المهنه، ولا حد اتكلم في اي لوم يحصل على معامله خشنه وجافه وفي عجرفه بهذا المستوى. ده ما يخص الجانب الشكلي. في المضمون بقى، هو انت جاي تعرفنا قيمه الاهلي والزمالك؟ يقول لك ده مش ديربي وده مش كلاسيكو، وروحوا شوفوا برشلونه، وروحوا شوفوا ريال مدريد، وروحوا شوفوا بوكا جونيور وريفر بليت. طب وانت هي كولومبيا الكلاسيكو بتاعها مين؟ هات لي اتنين على سطح الارض يعرفوا مين طرفي الكلاسيكو بتاع كولومبيا. انت الاهلي والزمالك، وهنا المفروض حتى مسؤول الزمالك هم نفسهم اللي يغضبوا لكده. انت بتداري على انك الاهلي كسب، وبعدين يقول لك ايه، ما هو الاهلي ممكن يكسب فاول وما يفرقش عنده، لكن انا بلعب كوره. تلعب كوره باماره ايه؟ الاهلي بيكسب بضربه ثابته، بيكسب اربعه، بيبقى اكتر انديه العالم لعب ماتشات وخد بطولات وفاز بمباريات ده الاهلي. انت بتقلل من شان الزمالك، ده حاجه تخصك انت وتخص مسؤوليه الزمالك اللي يسمحوا لك بكده، ان انت تقلل من طرفي الديربي المصري. والكره المصريه في 30 سنه تعالوا لي قولوا لي هي عملت ايه؟ لا عملت كتير. انت مش جاي من البرازيل عشان تعملهم علينا، انت جاي من كولومبيا اكتر حاجه خدتها خدت كوبا امريكا مره وخدت برونزيه مره. الكره المصريه اللي مش عاجباك في 30 سنه انت بتتكلم عنها، شوفها خدت دوري خدت كاس الامم الافريقيه كم مره. هي سيده القاره بتاعتها الكره المصريه اللي انت مش عاجباك. اللي انت بتقلل منها في مؤتمر بتتكلم عنه في منتهى العجرفه والتعالي والاساءه للكره المصريه. بيتش موسيماني بالمناسبه مره اتكلم في انتقاد في جمله على اداره البطوله في مصر وعلى اداره الكره المصريه، خد عقوبه تاني يوم على طول. انت بتكلمني تقول لي كولومبيا؟ هات لي مره فريق من كولومبيا بتاعتك ظهر في كاس العالم للانديه. هات لي فرقه واحده حد سمع اسمها يا استاذ ابراهيم. ده هو لكن انت بتتكلم على الاهلي اكثر انديه العالم مشاركه في كاس العالم للانديه، بتتكلم على منتخب مصر اكثر منتخبات القاره حصولا على كاس الامم في قارته، فالفوارق بين مصر وكولومبيا كبيره جدا. لكن انت تقلل منها، اولا تقلل من شان ديربي الاهلي والزمالك وده مش من حقك، تقلل من جدارة الأهلي بالفوز وتقول لي بكرة ثابتة ومش عارف جبتها منين الكرة الثابتة، ثم كمان تقلل من قيمة الكرة المصرية ومن قيمة الزملاء الصحفيين المحترمين اللي قاعدين قدامك اللي كان يجب انهم يغادروا القاعة فورا. الكرة الثابتة دي هنا يعني، ده الكرة الثابتة دي من أهم وسائل التكتيك، ده كان بيعاب على الكرة المصرية انها لا تستغل الكرة الثابتة. ثانيا
ايه بقى فيلم البلياتشو اللي انت عملته لنا بتاع إهانة الخصم؟ يعني جه في مباراة المقاولين ومن غير ما حتى بتوع المقاولين يزعلوا، حب يعمل فيها الراجل يعني الأخلاق قوي، فبدأ يعتذر للمقاولين، قال إيه إن إبراهيم مضاي لاعب الزمالك استعرض بالكورة بشكل مسيء للمنافس، وحب يصدر لنا صورة إنه راجل أبو الأخلاق قوي. هو عارف هو بيعمل إيه. جت في مباراة الأهلي والزمالك محمد عبد المنعم عامل إيه؟ فوت ربع كورة وفي الدقيقة 14 واقف لوحده، يعني يا ريت نشوفها والنبي دلوقتي عشان تشوفوا، لا كان فيها استهزاء ولا فيها تقليل من الشأن، وراح تعترض وتحتك باللاعب بعد المباراة. ماذا لو اللاعب ده في لحظة انفعاله رد عليك وكنت تستحق بالمناسبة؟ ايه اللي كان هيبقى الرد في العلاقة بين اللاعبة في الملعب؟ ازاي انت شفت اللعبة دي ان فيها اهانة ليك محدش خد باله منها، حتى لعيبة الزمالك نفسهم ده هو اللي محدش اشتكى، ده هو اللي عمل استفزاز للعيب انه يروح يكلمهم، ان انت تروح تكلم اللعيب بالطريقة العنيفة دي. بص انت يعني بص انت امنت شر، بس انا عايز اقول حاجة بقى يا استاذ، امنت شر، امنت رد الفعل يعني.